في هناك أحد الأبحاث ذكرت أنه للعسل قدرة عجيبة في القضاء على 60 نوع من البكتيريا. 60 نوع، هذا 60 نوع يشمل موجبة الجرام، سالبة الجرام، وتشمل كذلك بعض البكتيريا اللاهوائية، وهذه جدا بكتيريا مزعجة. كمان تشمل بعض البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. هناك في مشكلة عصيبة يواجهها الكثير من الأطباء في العديد من المستشفيات، أنه أصبحت البكتيريا لا تقتل بواسطة المضادات الحيوية، لأنه استطاعت أن تقوي مقاومتها ضد هذه المضادات. فاستخدام العسل في مثل هذه الحالات، في مثل حالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، أتت بنتائج عجيبة ورائعة جدا. من ضمن الفوائد أنه العسل سبحان الله يقضي على جرثومة المعدة تسمى الإتش بالورين. هذه الجرثومة معروفة وهي المسببة لالتهاب المعدة وبالتالي قرحة المعدة. فاستخدام العسل سبحان الله يؤدي إلى يعني البراء والشفاء من هذه الجرثومة. طبعا معروف أنه كذلك الالتهابات، خصوصا الالتهابات النسائية، التهابات المهبلية جدا مزعجة، لأنه كونها تكون في بعض الأحيان سببها إما فطري أو فيروسي أو بكتيري، وقد تكون خليط. فاستخدم العسل في عدد من هذه الالتهابات وأعطى فعالية جيدة ممتازة. على سبيل المثال استخدم في الفطريات، التهاب الفطريات، التهابات المهبلية، استخدم في تقرحات عنق الرحم، استخدم في الالتهابات الناتجة عن بعض الفيروسات مثل الهربس، وكانت النتائج مثل ما قلت جدا ممتازة ومبشرة بالخير. نعم الإله على العباد كثيرة وبديعة الأجناس والألوان، خلق الغذاء فيه شفاء للورى، طب بديل نافع الأبدان.